باسمي وباسم كل طفل انتظر طويلا فكر نتقدم فيه الى الامام. اهلا بكم سندا. اليوم يفتتح قسم الاورام والعيادات النهاريه الخاصه بعلاج مرضى السرطان بتبرع سخي من الحاج صالح يعيش. حقيقه هذا القسم هو نقله نوعيه في علاج مرضى السرطان من ناحيه المساحه والخدمات المقدمه لمرضى السرطان، انتقالا من المكان القديم اللي كان يحوي على جلسات الكيماوي والعيادات النهاريه الى هذا الطابق ذو المساحه الاكبر، مجهز اكثر والسعه الاستيعابيه للمرضى اكثر بقدره على اعطاء جلسات اكثر للمرضى خلال اليوم الذين يكونون على جدول العلاج الكيماوي. ماذا سيضيف لمستشفى النجاح؟ يعني اولا هو اضافه نوعيه لقسم الاورام بحد ذاته من ناحيه الاعداد واستيعاب الاعداد، ثانيا المكان، وكما اشرت بتبرع سخي من الحاج صالح يعيش هو على يعني تجهيز عالي جدا من كافه الاجهزه ومن ناحيه الاثاث والاشتباط العالي جدا بحيث يؤمن راحه نفسيه للمريض. هناك مساحات اكبر للمرضى ونوع من التباعد بين المرضى، الامر الذي لم يكن مؤمن لصعوبه الوضع في القسم السابق. القسم السابق كما اشار الزميل الدكتور حسام كان بمساحة حوالي 300 متر يجمع العيادات ومراجعة المرضى وجلسات الأورام، انتقلنا إلى مساحة تقارب 900 متر مما سيوفر بالراحة أكبر للمرضى وقدرة استيعابية أكبر. خير ما نبدأ به هذا الافتتاح للعطاء الصامدين في وجه التحديات. الحمد لله، احنا كنا بلجنة الزكاة، هذا المستشفى أقيم بداية بتبرع من الحاج برهان يعيش رحمة الله عليه بالأرض، بعدين كملت الجامعة الحمد لله الله يجزيهم الخير أيضا كملوا وصار الحمد لله بصورة بهية. هذا المستشفى الحمد لله هو تعليمي أيضا هو للجامعة، جامعات الوطن كله الحمد لله كما ترين الحمد لله عم بتطور، يعني كل سنة بيكون في إشي جديد الحمد لله رب العالمين. الحمد لله احنا يعني مجتمع محلي وانا موجود في لجنه الوقف الخيري اللي هي اوقفت هذه الارض، يعني بنحاول دائما نتبع ونوسع ونشوف وين احتياجات المرضى حقيقه. فكان الحمد لله قبل سنتين عملنا قسم الكلى بالتعاون مع المجتمع المحلي كله، والمره هذه كان قسم السرطان، كان زي كما تفضل الدكتور كان في قسم ضيق الحمد لله، كما شفت الحمد لله انعمل قسم ممتاز بفضل الله، في سعة المريض برتاح، الطفل بيقعد جنب الكبير لأنه ناحية نفسية المريض بالذات مرضى السرطان، ناحية نفسية للمرضى السرطان نقطة مهمة جدا إنه يكون مرتاح نفسيا. إن شاء الله تعالى كما قال أطباءنا تساعد في العلاج، فالحمد لله رب العالمين قلنا إن هذا، وإحنا أطلقنا مشروع كما حكيت في هذا، أطلقنا مشروع إنه كل واحد يرتب حاله ويأخذ إشي معاه من ميراثه، مش بس يخلي الورثة، ما يخالف الشرع ولن سمح الله نحرم بنت أو نحرم ولد، لكن أيضا نفس الشيء الإنسان ربنا يعين الناس كلها، بس الإنسان برضه يقدم لنفسه يأخذ شيء معه. وأنا بناشد كل المواطنين كل واحد يوزع ميراثه صحيح في حياته حتى ما يصير خلاف بين الأولاد بعديها، وأيضا يأخذ جزء لحاله إن اللي عنده 5 أولاد يعتبر إنه هو السادس ويقسم على 6 بدل ما يقسم على 5 ويعمل عمل خير إن شاء الله تعالى. ولا شك الآن يعني وضعنا الشعب الفلسطيني موضوع الصحة والتعليم هم أساسيات. الحمد لله رب العالمين هذا المشروع انطلق قبل سنة ونص الحمد لله، صار فيه نعمل مدارس ونعمل مساجد ونعمل الحمد لله أقسام في المستشفى.